اليوم ثاني حاله كتموت بسبب فيروس كورونا في المغرب. راجل عنده 75 عام في مدينه سلا، يقدر يكون باك، يقدر يكون جدك، مات بسبب استهتار واحد اخر، ماشي السبب هو، استهتار واحد اخرين هو مات. والمشكله غادي يموت ما يدفن وما يشوفوا حتى شي حد، حتى شي واحد من ولاده ما يقدر يبوسلي على راسه، ما نصليو عليه حتى صلاه الجنازه كيفما موالفين. غادي يموت نكره. تخيلوا، تخيلوا العذاب النفسي اللي غادي يبقى شاد داك السيد اللي عاداه، وخبره تخيل انت عاديتي واحد اخر وخبريتي، تخيل العذاب النفسي اللي يبقى شادك بسببك ماتوا ناس اخرين حيتاش ما جلستيش في داركم مده قصيره. راه العذاب النفسي اللي غادي يبقى شادنا للحياه ابدا، وغادي نريحوا هنا غير 15 يوم ما طويلاش، يعني نجلسوا 15 يوم باش نتفاداو هذا العذاب النفسي اللي غادي يقدر يشدنا. راه والدينا في خطر، والدينا وجدودنا في خطر، وحتى انت في خطر، وتولادك في خطر. اليوم خاصنا نجلسوا كاملين حنا دابا مغاربه نتضامنوا،